في عام 1173 شيد جامع النوري الكبير في المنطقة القديمة بأيمن مدينة الموصل، وفجر عام 2017 مع احتدام المعارك ما بين القوات العراقية وتنظيم داعش آنذاك، حتى رفع به الأذان لأول مرة يوم الجمعة الماضي بعد تحرير المدينة. الله أكبر الله ما زرع الفرحة والبهجة بنفوس الموصليين أجمع، مطالبين الوقف السني بفتح دور العبادة في المحافظة. رفع أول أذان مدينة الموصل هو جامع النوري الكبير الذي هو يكون رمز لمدينة الموصل وصرح عظيم، وفي هذه المناسبة أطالب الوقف السني بفتح الجوامع الموجودة داخل مدينة الموصل لرفع الأذان وإقامة صلاة الجمعة. البارحة أول أذان رفع في جامع الكبير بالموصل ساحل الأيسر الأيمن، وإحنا فرحانين إن شاء الله يرجع مثل الأول والأمور تستعدل. الفرحة التي توزعت على أوجه الموصليين لم تقتصر على الجامع فحسب، بل طالب الحكومة المحلية بإعادة أعمار ما دمرته الحرب من المنطقة القديمة لإعادة سكنتها، كما أوضحوا بأن الإسلام دين محبة لا يمثله داعش، وأن رفع الآذان رسالة نستبشر بها خيرا. احنا كلش فرحنا لما سمعنا الآذان الرفع لأول مرة الجامع النوري. طبعا جامع النوري جامع عريق وكبير، والله ينتقم من اللي هدمه. الناس ما تمثلنا اصلا ولا يمثلون الاسلام، واحنا عشنا بالمنطقه القديمه، عشنا مع اصدقائنا المسيح ومن جميع الطوائف يعني. نتمنى ان شاء الله ان الحكومه تعوض اهالي الموصل القديمه عن بيوتها اللي راحت. جامع النوري الكبير صرح تاريخي بمحافظة نينوى، وعودة الآذان فيه بداية خير لعودة ما دمره داعش من معالم وصروح أثرية حسب مختصين. بعد 3 سنوات من الكتمان عاد المؤذن من جديد ليبعث الطمأنينة والراحة النفسية بنفوس سكنة المنطقة القديمة. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.